نشرة الظهر من القناة الوطنية الأولى ونستهلها بالعناوين. التونسيون يبدأون مرحلة جديدة في الحرب ضد فيروس كورونا، هي مرحلة الحجر الصحي الموجه التي تمتد إلى غاية 24 من هذا الشهر. في أول أيام الحجر الصحي الموجه، عدم الالتزام الكلي بالقواعد الوقائية اللازمة الخاصة بعدوى فيروس كورونا في وسائل النقل العمومية. رفع إجراءات العزل والإغلاق أو تخفيفها في معظم دول العالم وسط دعوات للالتزام بقواعد السلامة الصحية لمنع العدوى بوباء كورونا. أهلاً بكم مشاهدينا الكرام في هذا الموعد الإخباري. انطلقت اليوم المرحلة الأولى من الحجر الصحي الموجه، واستئناف عدد من التونسيين العمل بعد فترة من الحجر الصحي الشامل فرضه انتشار وباء كورونا. هذه المرحلة التي تمتد إلى 24 من مايو الجاري سيعود فيها النشاط الاقتصادي في جل القطاعات وفق شروط وتدابير وقائية تتطلب ضرورة التقيد بها لمنع انتقال عدوى انتشار فيروس كورونا. يخوض التونسيون بدءا من اليوم مرحلة جديدة في حربهم ضد فيروس كورونا، هي مرحلة الحجر الصحي الموجه التي تمتد كفترة أولى من 4 مايو الجاري إلى غاية 24 من الشهر ذاته. 3 ملايين تونسي معنيون بهذه المرحلة التي حددت ملامحها الاستراتيجية الوطنية للحجر الصحي الموجه، وبمقتضى هذه الاستراتيجية يستأنف النشاط بنسبة 50% للوظيفة العمومية والإدارة العامة والصناعة والخدمات والأشغال العامة وأشغال البناء، وبنسبة 100% للمهن الحرة، كما يعود نشاط المهن الصغرى والأنشطة التجارية ما عدا الحلاقة والتجميل والملابس والأحذية والمغازات الكبرى على أن يتم الحصول على تراخيص مسبقة للعمل واحترام ظروف السلامة المهنية. خروج التونسيين إلى العمل اليوم بشكل تدريجي وعودة عجلة الاقتصاد وفق مقتضيات الظرف قرار استند بالأساس إلى نجاح مرحلة الحجر الصحي الشامل التي تم عبورها بسلام وفق أصحاب الشأن في القطاع الصحي، وذلك بالنظر إلى محدودية عدد حالات الوفاة والإصابة بهذا الفيروس. واليوم فإن التونسي مدعو أكثر من أي وقت مضى إلى إثبات التزامه بتعليم الوقاية وارتداء الكمامات بشكل إجباري واحترام التباعد الاجتماعي، وإلا فإن المخاوف من العودة إلى العزلة ستصبح مؤكدة، وهذا ما حذر منه وزير الصحة عبد اللطيف المكي أمس، الذي بيّن أن عدم الالتزام قد يدفع إلى العودة إلى تطبيق الحجر الصحي الشامل، موضحا في المقابل أنه إن مرت المرحلة الأولى بسلام فستكون المرحلتان اللاحقتان أيسر. هاتان المرحلتان تمتدان على التوالي من 24 من مايو الحالي إلى 4 جوان القادم، ومن 4 جوان القادم إلى 14 من الشهر نفسه، تاريخ عودة جميع الأنشطة الاقتصادية تدريجيا حتى تبلغ نسبة 100%. وسعيا لإنجاح المرحلة الحالية يشرع 26 مصنعا تونسيا مطلع الأسبوع الحالي في إنتاج الكمامات غير الطبية ذات الاستعمال المتعدد، مرحلة يفترض أن يتجند لها الجميع من أجل تطويق الفيروس والقضاء عليه حتى تعود الحياة إلى طبيعتها. ومع انطلاق الحجر الصحي الموجه تستأنف عدد من المؤسسات نشاطها، وتشمل هذه القطاعات الصناعات الغذائية والصحية والمهن الصغرى والحرفيين ومؤسسات صناعية وبعض الخدمات مع توفير شروط الوقاية الصحية. وبهذا الخصوص أعدت كل من الإدارة العامة لتفقد طب الشغل ومعهد الصحة للسلامة المهنية أدلة تضبط مختلف تدابير السلامة الصحية للوقاية من فيروس كورونا. دليل عام يشمل تقريب جل القطاعات والأنشطة، وبعض القطاعات الأخرى هي عندها أدلة خصوصية وعندها خصوصيات، دونك أفردناها بأدلة خصوصية كما البناء والأشغال العامة، كما الصناعات الغذائية، كما التجارة المقصود بها تجارة الجملة ونصف الجملة والمساحات الكبرى، وكذلك معناها مراكز النداء، وكذلك عددنا زاد كذلك دليل بالنسبة للوظيفة العمومية. إذا كان فما إخلالات معناها كبيرة باش يقع سحب الترخيص، وبالنسبة للمؤسسات اللي فما بعض الإخلالات اللي نجم نعتبروها ماهيش معناها إخلالات كبيرة باش يقع التنبيه عليها ونمنحوها 48 ساعة لتسوية الوضع نتاعها، وإلا باش يقع القرار بسحب الترخيص.
هذا وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم انطلاق صرف المساعدات المالية الظرفية إلى مستحقيها من الذين تقدموا بمطالب لدى العمد وذلك على دفعات، وسيتم إعلام المعنيين المستحقين للمساعدة عبر إرساليات على هواتفهم الجوالة. بداية من اليوم انطلقت الوزارة في توزيع المساعدات المالية الخاصة بالفئات محدودة الدخل اللي هما قدموا مطالب في وقت سابق إلى السادة العمد، وتكونت للغرض لجان محلية ثلاثية بمقتضى منشور مشترك بين وزراء الداخلية والشؤون المحلية والشؤون الاجتماعية حتى يتملوا ويتولوا في مرحلة أولى عملية الفرز والتثبت. اليوم انطلقت الوزارة في دفعة أولى، لأن العملية هذه مش تكون على دفعات وعلى دفعات متتالية. بداية من 6 ماي سننطلق في الدفعة الثانية من المساعدات اللي قيمتها كيف كيف 200 دينار لفئات العائلات محدودة الدخل اللي تتمتع بطاقة العلاج بالتعريفة المنخفضة باعتماد آلية جديدة اللي هي متعارف عليه الموبايل بايمنت، يعني عن طريق الهاتف الجوال. وبدينا في الحملة التحسيسية التوعوية منذ 3 أو 4 أيام، حتى علاش؟ باش نعطي متسع من الوقت للمواطن المستحق للمساعدة هذه باش تدخل في ذهنيته في عقله الآلية هذه، من خلال الضغط على نجمة 1021 نجمة رقم بطاقة التعريف الوطنية دياز. مع انطلاق أول يوم في تطبيق إجراءات الحجر الصحي الموجه، رصدت كاميرا الأخبار مدى تطبيق هذه الإجراءات في وسائل النقل العمومي وانطباعات المواطنين حول كيفية احترام جميع الاحتياطات اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا. هكذا كان صباح الاثنين أول أيام الحجر الصحي الموجه وسط العاصمة. عدد الناس قليل حتى أنه نادر جدا، حركة المرور سلسة بشكل طبيعي، والحياة بدأت تدب في المدينة ووسائل النقل غير مكتظة بالمسافرين كالعادة. والسبب سريان تنفيذ قواعد الحجر الصحي الموجه. بالنسبة للكثيرين من رواد المترو والحافلة، فالصورة تعكس احتراما شبه كامل لقواعد الحجر الصحي من تباعد اجتماعي وارتداء للكمامات. فما شوية ما ممكن تين كمامات صحيح، فهمت؟ ما ناس بعض على بعضها وموش معب بالمترو، فهمت؟ هاي بالنسبة لنا الأولاني مسيرش أنا، فما بالنسبة لي أنا باي حاجة مش خايب خير من اللي كانت قبل. محترمين معناه التباعد الاجتماعي ولبسين ديبابات، وفما معناه منظمين معناه، فما المحترم وفما اللي لا. مثلا تو فما في الكرسي حاط لك ما تبقاش بحذاه، فما شكون جا وبقى فيها البلاصة هذيك. بيعلق بصراحة، يعني معبي بكيفية غريبة وعجيب، الناس لازقة في بعض. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، مش الكل ملتزمين باش يلبس كمامة. احترام للعباد، احترام بعضها للعباد، واحد المواطن لازم يحافظ على روحه، إذا حافظ على روحه معناها بقدرة الإله تعدي الأزمة لاباس. اللي يحترم اللي خايف على روحه يحترم الحجر الصحي، واللي مش خايف على روحه ومستهزئ بالحكاية. دوك جديد بالنسبة لل لي بانو اللي عاملينها في القاع، يزيدوا يوعيوا الناس اكثر باش ياخذوا مسافه نتاع امان ويبداوا في اكثر اريحيه. المفروض كل واحد يراقب روحه قبل المراقبه، خاطر المراقبه قداش باش تتبع العباد. اما المفروض المواطن يعرف كونه معناها المساله ماهيش سهله، فيها خطر على حياته وعلى غيره، دونك يلزم يلتزم بالقوانين هذه. بالنسبة للمشرفين على شركة النقل بتونس فالنبات، السريان الحجر الصحي الموجه قد استعادت له الشركة منذ مدة، وذلك عبر توفير أسطول كاف من الحافلات والمترو والترفيع في وتيرة سفارات النقل المنتظم، فضلا على تخصيص أكثر من 200 حافل لنقل عمال المؤسسات الاقتصادية، كما أنهم يطلبون من رواد وسائل النقل ارتداء الكمامات والاستظهار بالتراخيص اللازمة. والله بالنسبة للمتروات احنا وفرنا لماكسيموم متروات باش تحاول العباد ما تتسقش لبعضها. ثم حاجه اخرى بالنسبه للبافيات للمواطنين، هذيك مسؤوليه الحكومه والدوله هي توفرها، مو معروفه ينهار ولين نهار ثاني تبقى فما اشكاليات نحاولوا نتلافوها. الفتره هذيك فتره معناها انتقاليه، ان نتصور انه النهارين هذوما بكثير من التفاهم منا حاولنا انه الناس هذه ننقلوها، لكن المواطنين يكونوا واضحين انه راه مطالبين انه يحمل الكمامه وانه يقدم الترخيص نتاعو قبل ان يدخل فضاءات النقل او يدخل وسائل النقل.
هكذا كانت الصورة في وسائل النقل العمومي في أول أيام الحجر الصحي الموجه، صورة لا تعكس بالضرورة احتراما تاما لقواعد الحجر الصحي، ولكنها تقتضي في قادم الأيام قوة رقابية عالية من الجهات المعنية ووعيا مضاعفا من المواطن حفاظا على صحة الجميع. وفي ولاية مدنين استؤنف اليوم العمل بالنسبة لسيارات الأجرة اللواج بكامل الخطوط داخل الولاية باستثناء جزيرة جربة، حيث تتواصل معاناة المواطنين العالقين بها. في جزيرة جربة، رغم إعلان الانطلاق في تطبيق إجراءات الحجر الصحي الموجهة، ظل الوضع على حاله دون تغيير، لما وجد المواطنون أنفسهم عاجزين عن التنقل خارج الجزيرة بتواصل توقف نشاط سيارات اللواج. علموا عليها معناها هي باش يرجعوا يخدموا، واللواجات موجودة، لكن قال لك ما يخرجش من حتى إنسان من جربة، لا لواجات ولا ركاب. نرى في المحطة ما فماش لواجات، عندي 4 شهور مش نحب زاد عاد نروح زاد عاد لداري. ناس تخدم الروحة، ناس عندها مصالح، ناس عندها شكون مريض، ناس عندها كذا، ناس عندها كذا. اليوم تجي تقول نجيو للمحطة يقول لك ما فماش لواجات، لواجات مساكين بيمشوا المعتمدية ما مش عارف شنو الإشكال. ما يعيشه هؤلاء المواطنون الراغبون في التنقل من معاناة يتقاسمه معهم أيضا أصحاب سيارات اللواج في جزيرة جربة، الممنوعين من العمل دون غيرهم من زملائهم المشتغلين على بقية الخطوط داخل ولاية مدنين. طهرنا كرهبنا نظفناهم على جان، اليوم باش نتوكلوا على رب. قالك لا، ما عاد جربة ما تخدمش، احنا الواجهات رانا حبسنا، ماشي عندنا تعرف من ملي 15 مارس ما خدمناش. جو لهنا للمحطة يجي يقول لك كم ترخيص، وتجي باش تخرج في القنطرة قال لك ما هناش، ولي ما يعطيش الترخيص، خلي الناس تخدم. قلت باربع بلايص موافقين، افتح للناس الكل، مش في ولايه تخدم ولايه هنا مش موجود. وفي تفاعل مع هذا الاشكال المستمر، اكدت السلطات الجهويه المختصه ان رفع اجراءات هذا المنع يعود بالاساس الى المصالح الصحيه. أعلن المجلس الأعلى للقضاء اليوم رفضه لما أقرته الحكومة ووزارة العدل من إجراءات بخصوص الحجر الصحي الموجه والاستئناف التدريجي للعمل بالمحاكم، داعيا عموم القضاة إلى العمل بالمذكرة الصادرة عنه يوم 28 من أفريل الماضي والالتزام بها دون سواها لتأمين سير العمل بالمحاكم، كما تم عليه الأمر طيلة فترة الحجر الصحي الشامل. وبين المجلس إثر انعقاده في جلسة عامة طارئة مساء أمس إلى أن الأمر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 والمتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه فيه انحراف خطير بالمسار التشريعي، خاصة بعد صدور بلاغ وزارة العدل والتجاء الحكومة إلى إقحام السلطة الترتيبية العامة في تسيير مرفق القضاء. وبين أن تسيير المرفق القضائي يختص به المجلس الأعلى للقضاء طبقاً لأحكام الفصل الثاني من القانون المنظم له لسنة 2016. وكانت جمعية القضاة التونسيين طالبت في بيان لها أمس المجلس الأعلى للقضاء بتنسيق الجهود وعقد الاجتماعات مع كافة مكونات منظومة العدالة من أجل الإنصات للإشكاليات المطروحة والاستئناس بالمقترحات وإيجاد الحلول واتخاذ الإجراءات المناسبة ووضع آليات متابعة التنفيذ حسب الاختصاصات. واعتبرت الجمعية أن طلب الهيئة الوطنية للمحامين بتونس لوزارة العدل بإرجاع مرفق العدالة للعمل الكامل بصفة منفردة وبمنأى عن المجلس الأعلى للقضاء يعد تعديا على دستور 2014 وضربا لاستقلالية القضاء واستقواء بالسلطة التنفيذية لتنظيم سير العمل القضائي الموكول للمجلس في خرق واضح للقانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء. من جهته دعا مجلس الهيئة الوطنية للمحامين جميع المحامين إلى فتح مكاتبهم ومباشرة العمل بصفة عادية بداية من اليوم، كما دعا المجلس في بلاغ له مساء أمس الفروع الجهوية إلى تنظيم حضور المحامين بالجلسات في الفترتين الأولى والثانية من الحجر الصحي الموجه حتى لا يتجاوز عدد المحامين 3 أو 4 محامين بكل جلسة، مع الالتزام باحترام الإجراءات الوقائية والصحية اللازمة.
وقبل يوم من الحجر الصحي الموجه، وبعد تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ارتفع العدد الجملي إلى 1013 إصابة مؤكدة بالفيروس، كما ارتفع عدد حالات الشفاء، فيما تشهد بعض الولايات استقرارا في الوضع الوبائي حسب آخر تحيين لوزارة الصحة. سجلت مساء أمس بولاية سليانارا بحالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وهي لسائق سيارة إسعاف يعمل بالمستشفى المحلي بالكريب حسب المدير الجهوي للصحة بسليانا محمد الفرجاوي. كما سجلت بقبلي مساء أمس إصابتين جديدتين بعد صدور نتائج التحاليل التي رفعت إلى المختبر المرجعي العسكري المتنقل الذي تم تركيزه بمدينة دوز، وهو ما يرفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بولاية قبلي إلى 103 حالة، منها حالة وحيدة وافدة من فرنسا و92 حالة على علاقة بهذه الحالة الوافدة و10 حالة إصابة لدى أعوان الصحة بالمستشفى الجهوي. وفيما يخص الوضع الوبائي العام، أفادت وزارة الصحة في بلاغها اليومي تسجيل 4 حالات إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس إلى 1013 حالة. هذا ويتواصل ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا التي بلغت 328 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى حد الآن 42 حالة وفاة. ويذكر أن عددا من الولايات تشهد استقرارا في الوضع الوبائي، حيث لم تسجل بعضها إصابات منذ عدة أيام. دوليا، تم رفع إجراءات العزل والإغلاق أو تخفيفها في معظم دول العالم وسط دعوات للالتزام بقواعد السلامة الصحية لمنع العدوى بفيروس كورونا. يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن لقاح أمريكي متوقع مع نهاية العام الحالي، قبل تجديد اتهاماته للصين بأنها سبب انتشار الوباء في العالم. عادت الحياة إلى الشوارع في معظم دول العالم بعد رفع إجراءات العزل والإغلاق أو تخفيفها، وتسلح الجميع بالكمامات لمنع أي عدوى محتملة بفيروس كورونا الذي تخطى عدد المصابين به في مختلف أنحاء العالم 3.5 ملايين، بينما اقترب عدد الوفيات من 250,000 رغم تباطؤ انتشار الوباء عن ذروته الشهر الماضي. وفي خطوة جديدة لتوحيد الجهود لمكافحة الوباء، أطلق قادة الدول الأوروبية مبادرة بدعم من منظمة الصحة العالمية لجمع تبرعات لتمويل بحوث لإيجاد لقاح فعال ضد فيروس كورونا، تبرعات ستطلق تعاونا عالميا غير مسبوق بين العديد من الحكومات والمنظمات الدولية باستثناء الصين والولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استبق من جانبه كل المبادرات حين أعلن في لقاء تلفزيوني أن لقاحا أمريكيا سيكون متاحا قبل نهاية العام الحالي. يأتي ذلك فيما تؤكد جميع المصادر الطبية أن تطوير لقاح مضاد للفيروس لن يكون ممكنا قبل 18 شهرا على الأقل. ترامب جدد أيضا اتهاماته للصين بإخفاء معلومات عن الفيروس ما تسبب في انتشاره في مختلف أنحاء العالم، وقال إنه كان ينبغي القضاء على الوباء داخل حدود الصين. وذهب ترامب إلى أبعد من ذلك حين قال إن الصين لم تبلغ منظمة الصحة العالمية بكون الفيروس معديا حتى تتمكن من طلب الإمدادات الطبية من الخارج. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن هناك أدلة كثيرة على أن الفيروس نشأ في مختبر ووهان الصيني، وطالب من محاسبة بكين التي اكتفت بنفي الاتهامات الأمريكية وقالت إنها بلا دليل. وتتناقض اتهامات بومبيو مع بيان أصدرته المخابرات الأمريكية الأسبوع الماضي قالت فيه إن الفيروس لا يبدو نتاج عمل بشري أو معدلا جينيا. بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق للثالث من ماي، أكدت الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري الهيكا أن الإعلام ما زال يتطلب عملا وتنسيقا مضاعفا من قبل مختلف الأطراف المتدخلة لإلاء ملفاته الأولوية القصوى، وأولها إرساء إطار قانوني يضمن حرية الإعلام واستقلاليته ويكرس مبادئ الدولة المدنية التعددية. واعتبرت الهيكا في بيان لها أمس أنه لا مجال لإصلاح الإعلام دون وضع حد للفوضى ولمظاهر الخروج عن القانون وتحدي مؤسسات الدولة،
ودون فتح الملفات التي تدور حولها شبهات فساد، ومنها خاصة ملفات القنوات غير الحاصلة على الإجازة والمدعومة من قبل شخصيات وأحزاب سياسية متنفذة، داعية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى الإسراع في البت في ملفات بعض وسائل الإعلام التي أحيلت إليها. كما عبرت الهيكا عن ارتياحها لما لاحظته من تفاعل إيجابي من قبل الحكومة في شأن بعض الملفات العالقة، وعلى رأسها الحسم في ملف المؤسسات الإعلامية المصادرة والقطع مع ظاهرة البث خارج الأطر القانونية، داعية الحكومة إلى تنفيذ ذلك على أرض الواقع. كما طالبتها بدعم عملية تركيز الهيكل المهني المتعلق بقياس نسب الاستماع والمشاهدة وبعث صندوق لدعم جودة المضامين الإعلامية. وسجلت الهيئة حصيلة إيجابية في مجملها في مجال تنظيم الإعلام السمعي والبصري وتعديله، وثمنت دور وسائل الإعلام خلال الأزمة الصحية التي تعيشها تونس، داعية إياها إلى مزيد توفير الضمانات الضرورية لحماية الصحفيين أثناء أداء عملهم ووضع حد للوضعيات الهشة. وجددت دعوة الحكومة إلى التخفيض في معاليم الإرسال بالنسبة للإذاعات الجهوية الخاصة واعتماد مجانيته بالنسبة للإذاعات الجمعيتية. وطالبت الحكومة بالتسريع في إجراءات تسمية رئيس مدير عام لمؤسسة الإذاعة التونسية طبقا لمقتضيات الفصل 19 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بالرأي المطابق. كما حثت مجلس نواب الشعب على التسريع في سن قانون أساسي بديل للمرسوم عدد 116 لسنة 2011 ينظم قطاع الإعلام السمعي البصري ويضمن حريته ويكرس استقلالية الهيئة التعديلية ونجاعة عملها ويحافظ على كل المكتسبات التي تحققت في هذا المجال. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، ونذكركم بأبرز ما جاء فيها من عناوين. التونسيون يبدأون مرحلة جديدة في الحرب ضد فيروس كورونا، هي مرحلة الحجر الصحي الموجه التي تمتد إلى غاية 24 من هذا الشهر. في أول أيام الحجر الصحي الموجه، عدم الالتزام الكلي بالقواعد الوقائية اللازمة الخاصة بعدوى فيروس كورونا في وسائل النقل العمومية. رفعوا إجراءات العزل والإغلاق أو تخفيفها في معظم دول العالم وسط دعوات للالتزام بقواعد السلامة الصحية لمنع العدوى بوباء كورونا. ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكراً على طيب المتابعة مشاهدينا الكرام، وشهية طيبة.